عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الجمعة إلى الجزائر قادما إليها من ألمانيا، والتي قضى فيها رحلة علاج أجرى خلالها عملية جراحية في رجله اليمنى. وهذه ثاني رحلة علاج قاد تبون إلى ألمانيا، واستمرت 3 أسابيع بعد تلك الأولى والتي دامت أكثر من شهرين، والتي ألزمته الانتقال إلى ألمانيا في شهر أكتوبر الماضي. وقالت رئاسة الجمهورية بشأنها بأن تبون كان يعالج من إصابته بفيروس كورونا المستجد. بعد 3 أسابيع من رحلة علاج ثانية في ألمانيا من مضاعفات فيروس كورونا، يعود الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى البلاد. تبون وعقب وصوله للجزائر قال إن البعد عن الوطن صعب وتراكم المسؤوليات أصعب. وأمضى تبون نحو 2 شهر في ألمانيا في المرة الأولى للعلاج من فيروس كورونا، وعاد إلى الجزائر في أواخر ديسمبر الماضي قبل أن يعود إلى ألمانيا مجددا في 10 يناير الماضي، ويجري عملية جراحية في قدمه اليمنى بعد 10 أيام. قالت الرئاسة إنها تكللت بالنجاح. وأثار استمرار غياب تبون عن البلاد لنحو 4 أشهر حالة من القلق السياسي، خصوصا مع تصاعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية وعدم رضا قطاع شعبي واسع على الإصلاحات السياسية من استفتاء الدستور وصولا لتعديل قانون الانتخابات، إلى جانب الحديث عن ضعف في أداء حكومة عبد العزيز جراد. وتنتظر الرئيس الجزائري ملفات سياسية واجتماعية عدة، على رأسها تغيير مرتقب للحكومة التي انتقدها تبون نفسه قائلا إن الحكومة لها وعليها. خدت إلى الخارج على جناح السرعة. ورغم عودة الرئيس الجزائري إلى البلاد، لا يزال كثيرون يخشون أن تكون رحلة علاج تبون البالغ من العمر 75 عاما بداية لعودة حقبة سلفه عبد العزيز بوتفليقة، الذي غادر البلاد أكثر من مرة للعلاج محدثا فراغا في المشهد السياسي في الجزائر. ومعنا من العاصمة الجزائر مراسلتنا نريمان قداش. نريمان، العودة الثانية هذه للرئيس تبون، هل ستكون هينة مقارنة بعودته السابقة التي خبأت له ملفات ثقيلة؟ إذا طال الانتظار على الساحة السياسية والشعبية لعودة رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، وهو اليوم قضى بالتحديد 32 يوما خارج الأرض الجزائرية بعد على إثر المضاعفات التي أصابته في قدمه اليمنى بعد إصابته بفيروس كورونا. طبعا الملفات التي تنتظر رئيس الجزائر عبد المجيد تبون هي التي قال عليها أنها ملفات الإصلاح السياسي من أجل الذهاب إلى الجزائر الجديدة. فهو اليوم أمام مشروع تعديل القانون الانتخابات الذي ينتظر المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وأيضا الرئيس الجزائري، وإحالته على التصويت في البرلمان. طبعا هذه آخر مراحل مشروع قانون الانتخابات للمرور إلى انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة، وذلك من أجل إضفاء الشرعية على مؤسسات الدولة الجزائرية بحسب ما وعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وكانت من أبرز وعوده. إذن العديد من الملفات، بالإضافة إلى أن هناك توقعات في تغيير الحكومي، وذلك بحسب تصريحاته التي قالها قبل أن يذهب إلى ألمانيا، وقال باللهجة الجزائرية الحكومة فيها وعليها، ما يعني أن هنالك سلبيات في الحكومة الجزائرية، ما يعني أنه سوف يتجه بحسب توقعات الكثيرين إلى تعديل حكومي وإضفاء دماء جديدة في الحكومة الجزائرية الحالية. طبعا هذا في إطار كله يأتي في إطار برنامج الإصلاح السياسي الذي جاء به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل الذهاب، كما قال وكما يقول الكثير من السياسيين هنا في الجزائر، الذهاب إلى الجزائر الجديدة. سهام، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. ريمان قداش مراسلتنا من الجزائر العاصمة.